السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية. جولة جديدة مرتقبة في تونس بعد جولات وصولات من الحوارات وفي أكثر من مكان. رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز تعلن استئناف المحادثات السياسية والعسكرية الشاملة في تونس مطلع الشهر المقبل، والتي قالت أن إنها ستسبقها اجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي ابتداء من يوم 26 من أكتوبر الجاري. إذن تطورات ملف الحوار السياسي الليبي هو موضوع تغطيتنا الليلة، نتابع هذا التقرير أولا ثم نعود لنبدأ النقاش. إلى الفصل الصيف لأن المهاجرين يتخذون من ليبيا محبط للدول الأوروبية. شهد أكتوبر عدة لقاءات ومشاورات تهدف إلى حلحلة الأزمة وتقريب وجهات النظر والخروج بحلول تنهي الانقسام وتعيد بناء الاقتصاد وتنقذ البلاد من شبح الدمار، حلول لوضع منهار تعانيه ليبيا منذ 2014 تسبب فيها المجرم حفتر وحلمه في حكم ليبيا. ورغم التفاؤل الحذر الذي تشهده مسارات الحل في المشهد الليبي بعد انتهاء عدد من المشاورات واللقاءات بين ممثلي الأطراف الليبية، إلا أن كثير من الأصوات المحلية تعارض هذه الحوارات خوفا من إطالة أمد المرحلة الانتقالية التي يعدونها سببا في عدم الاستقرار وتؤدي لمزيد من نهب المال العام. جولة جديدة مرتقبة للحوار برعاية الأمم المتحدة التي أعلنت استئناف المحادثات المباشرة في تونس مطلع نوفمبر المقبل. الإعلان الأممي جاء إثر اختتام الجولة الثانية من محادثات بوزنيغا في المغرب، إضافة إلى نتائج الجولات السابقة للحوار سواء في مونترو بسويسرا أو القاهرة، التي شهدت يوم الأحد اجتماعات تحضيرية برعاية أممية بين وفدي برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة، تركزت في المسائل الدستورية والخيارات القانونية التي يمكن طرحها في مباحثات تونس المقبلة. أضف إليها المحادثات المباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ابتداء من 19 في أكتوبر الجاري في جنيف، التي أعلنت عنها الأمم المتحدة كذلك. حوارات سياسية وأخرى عسكرية تهدف جميعها للوصول إلى حل سلمي ينهي الصراع المسلح بين الليبيين. أما الرافضون لها فتعدد المبادرات عندهم يعد إشكالية في حد ذاته، لأنها تؤدي إلى تشتت جهود النخبة السياسية الليبية وتعذر التنسيق بينها، إضافة إلى أن بعض هذه المبادرات تحمل أجندات لبعض الدول تعد شريكة في الأزمة الليبية بحسب كثيرين منهم. فغياب التمثيل الحقيقي لكل أطراف الأزمة الليبية وكذلك عدم ضمان التزام معسكر حفتر بمخرجات هذه الحوارات كما حدث سابقا في صخيرات ويحدث الآن من تحشيد الإمارات بالمرتزقة والأسلحة على تخوم سرت بحسب صحيفة الغارديان، يعد هذا نقطة ضعف تعاني منها المفاوضات الحالية. ويبقى التساؤل مطروحا، هل نجحت الحوارات السابقة وآتت أكلها ليطلب الليبيون المزيد؟ وهل تستطيع الأمم المتحدة فرض الحلول التي تخرج بها هذه الحوارات على الليبيين؟ وهل ستلتفت هذه الدول لمطالب الشعب الليبي الحقيقية التي خرج من أجلها في 2011؟ مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن نرحب في هذه التغطية بضيوفنا الكرام. معي من طرابلس السيد ناصر أبو ديب الناشط السياسي، وأيضا معي من استوديوهاتنا في مصراتة السيد مروان الدرقاش المحلل السياسي كذلك، ومعي عبر سكايب الإعلامي المستقل السيد عمر عبد العزيز. أرحب بكم ضيوف الكرام جميعا، وأبدأ من طرابلس مع سيد ناصر أبو ديب. إذن سيد ناصر،
تطورات ملف الحوار السياسي الليبي تتسارع وتزداد وتيرتها، خاصة يعني مع انقضاء أيام هذا الشهر، شهر أكتوبر، الذي نحن يعني في ننتظر أواخره. هناك وعود بتقديم استقالة أو تسليم السلطة من قبل السراج. يعني كيف تنظر إلى تطورات هذا الحوار وإلى أين يتجه في المجمل؟ الزول مرحبا بك سيد عبد الرحمن وبضيوفك الأعزاء سيد مروان والسيد عمر، ومرحبا أيضا بالسادة المشاهدين. احنا لابد في البداية عندما نعلم أن هناك حوارات في مصر وتقودها الاستخبارات المصرية، وهذه الحوارات أو هذا الحوار أو هذا الملتقى ونسميه ما عارفش ايش نسموه في مصر، نعلم أن هذه الحوارات هي فاشلة في أساسها الأول، لأن لا يعقل أن السيسي المنقلب على الشرعية والسيسي المجرم والسيسي الذي قتل أطفالنا ودمر العاصمة طرابلس يكون طرف حل لإيجاد صيغة قانونية أو صيغة دستورية ليعطي درس لليبيين في الديمقراطية. هذا لا يعقل. يعني لما نسمع مثل هذه الأخبار فلنعلم أن هذه الحوارات ومن ذهب إلى هذه الحوارات هم أناس قد يخونني التعبير أنهم ما يحسوش بالليبيين، دماء الليبيين التي راحت في مدينة طرابلس. هل يعقل أن مجلس أعلى الدولة يقوم بإرسال يا سيدي خديرو في 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 يوتيوب هذا الحوار بتاع الدستور؟ ليش في مصر؟ يعني الآن نحن ننتظر من مصر السيسي أن يعطينا دروس في الديمقراطية من أجل كيف كتابة الدستور أو صيغة دستورية من لكي نخرج من هذه المسألة. هذا قصدي، كل هذا عبث يقوم به بعض الساسة الذين هم أصلا عاجزين عن تقديم أي من الحلول. أيضا عندما نتحدث ونقول أن هذه الحوارات هي حوارات ليبية، سأعود إليك. نعم سأعود إليك، دعني أستمع فقط إلى رأي السيد مروان الدرقاش. سيد مروان، يعني حوارات فاشلة، نخبة سياسية عاجزة، كيف لحوارات تقودها مخابرات السيسي أن تنجح؟ هل يمكن يعني الحكم على هذه الحوارات وفقا للمعطيات التي قالها سيد ناصر أبو ديب بالفشل، أم أن إذا كان هناك تحفظ على مسار القاهرة فهناك مسارات أخرى؟ هناك ما أعلنته ستيفاني ويليامز أنه ستبدأ وتستأنف حوارات الحل السياسي الشامل في ليبيا، قد تكون هناك يعني بوادر إيجابية، هناك وصول للتفاهمات في أبو زنيقة، هناك مسارات أخرى. كيف تنظر أنت إلى مجمل المشهد، مشهد الحوار السياسي الليبي؟ سيد مروان درقاش، نعم الآن طيب سيد مروان الدرقاش، نعتذر منك سيد مروان الدرقاش، هناك مشكلة في الصوت، هناك مشكلة في الصوت، سنعود إليك إلى حين إصلاح هذه المشكلة. تحول إلى ضيفي الإعلامي المستقل سيد عمر عبد العزيز. سيد عمر، يعني هل ترى أن المشهد الذي يحصل الآن في مشهد الحوار السياسي الليبي رغم تعدد مساراته لا يخرج عن سيناريو السخرات، يعني نسخة مكررة من سيناريو مشهد السخرات، وبالتالي فالنتائج المتوقعة هي نفس النتائج ولا يمكن توقع يعني نتائج جديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أستاذ عبد الرحمن وأحيي ضيوفك ومشاهديك الكرام. في الحقيقة هذا المشهد الذي نراه اليوم
هو مشهد بصراحة يعني يعبر عن الضياع ويعبر عن العبثية والعجز. لماذا أقول هذا؟ ابتداء من نافلة القول أن نقول أننا لسنا ضد الحوار، بل أن الحوار هو الأساس لبناء الأوطان، الحوار هو الأساس لالتقاء الفرقاء ولحل جميع المشاكل. ولكننا نرى اليوم حوارات يعني تحوم حولها شبهات كثيرة، وهناك أصلا أخطاء منهجية فيها. أول شيء تعدد هذه المسارات. خلينا نشوفه، المغرب، تونس، سويسرا، مالطا ومصر، خمس حوارات. مالطا هذا كان لقاء سريع وقال لك يعني لم يعرف لا أجندته ولا بماذا خرج. فتعدد هذه المسارات في الحوارات أصلا شيء مربك، خاصة أننا الشيء الثاني لا نعرف ما الذي يدور تحديدا في هذه الحوارات. لدينا مجرد عناوين، يعني مصر حوارات حول الدستور، المغرب حوارات حول المناصب السيادية، في سويسرا سيكون الحوار العسكري، تونس هو حوار المجلس الرئاسي والنواب وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة. هذه عناوين عريضة، لكن ما تفاصيلها؟ وكما نعلم فإن التفاصيل الشيطان يكمن وين؟ يكمن في التفاصيل. المشكلة الأخرى أنه ليس هناك توافقا كاملا حول هذه الحوارات، فنجد أن مجلس النواب منقسم على نفسه وكثير منه يرفض هذه الحوارات. نجد أن أيضا هذه السوسة، سوسة التشرذم، دبت أيضا في المجلس الأعلى للدولة، وهناك أيضا من المجلس الأعلى للدولة من يرفض هذه الحوارات. نجد أن المجلس الرئاسي لم يشترك في هذه الحوارات، وهذا أيضا خطأ آخر. أما الخطأ الفادح فهو أن تكون هذه الحوارات في بعض الدول المشاركة أصلا في تحطيم الوحدة الليبية، وأخص بالذكر مصر. يعني مصر في الحقيقة هذه طرف أصيل، لا يجوز أن يجري فيها لا حوار عسكري ولا حوار دستوري ولا حوار اقتصادي من عدة نواحي. أول شيء أنها أي أصلا ليست أهلا لهذا الأمر. كيف أنت تجتمع وتناقش دستور في بلد لا يقوم على دستور، في بلد أصلا يعني قالك حتى الآن السيسي يحكم بضد الدستور الذي هو كتبه، يعني جماعته هم اللي كتبوا الدستور الحالي في مصر، ولكنه يخترقه ويقفز عليه. فمن أين أتت هذه الدستورية الديمقراطية؟ يعني مثلا هل يعقل مثلا أن نحن ندير مثلا مؤتمر تكنولوجيا في جيبوتي مثلا؟ الناس كلهم حيضحكوا علينا، فكيف نجو أن نحن ندير لقاءات دستورية وفقهاء دستور؟ هم وين فقهاء الدستور؟ هم يا إما في السجن، يا إما مغيبين، يا إما على فراش المرض، يا إما إقامات جبرية. من فيها مصر؟ لم يعد فيها أحد. نعم. أضف إلى ذلك أننا أصلا مصر دولة هي مشاركة وهي طرف في الحرب، لا يجوز أن تكون. هذا يعني ما يدفعني للسؤال على هذا المسار، مسار حوارات القاهرة، وهنا أعود إلى ضيفي سيد ناصر أبو ديب. حوارات القاهرة رغم الاعتراضات الكثيرة التي نسمعها عليها والانتقادات الشديدة، لكن البعثة الأممية رحبت بهذا الحوار المنعقد في القاهرة وأشادت بالدور المصري والرعاية المصرية لهذه الحوارات. كيف تنظرون أنتم إلى هذا المسار الذي ينعقد في القاهرة؟ سيدي، لا لا لا, لا يستقيم الأمر أن يكون أي حوار. نحن مع الحوار ونحن مع التفاهمات ومع أن يكون هناك حل سلمي في ليبيا، ولكن الإشكالية أن يكون حتى من ضمن الموجودين في القاهرة هم مجموعة من هيئة صياغة الدستور. هم مجموعة، هذه المجموعة التي ذهبت من هيئة صياغة الدستور هم مختلفون في بعضهم. هيئة صياغة الدستور هي منقسمة، لم يبقى فيها إلا حوالي 40 شخص. الأمازيغ منقطعون من البداية، قاطعوا هيئة صياغة الدستور. جماعة الجنوب قاطعوا هيئة صياغة الدستور. هم في نفسهم جماعة هيئة صياغة الدستور متخاصمون في بعضهم، وبحديثهم هم حتى عندما قاموا بهذا الدستور
قالوا هناك مشاكل داخلية. نحن نريد أن يكون كتابة يعني مرحلة انتقالية جديدة، هذا تحيل الإشكالية الأولى منذ ثورة 17 فبراير من 2011. جميع الإشكاليات تكون مرحلة إلى تصل مرحلة انتقالية أخرى الجديدة. فالمرحلة القادمة الانتقالية هل هي سوف تحل الإشكالية الأولى أم الإشكاليات الراهنة؟ لابد أن يكون هناك رجال دولة عندما يقفون سواء مجلس أعلى الدولة أو مجلس النواب، لابد أن يتفقوا أن جميع الأجسام تخرج من المشهد ويكون هناك دستور لليبيا، دستور توافقي، دستور حداتي، دستور لكل الليبيين أساسه التوافق، لا يكون المغالبة، لأن جميع دول العالم، جميع دساتير العالم كتبت بالتوافق، لم تكتب بالمغالبة إلا الدستور الليبي. وهذا من العجائب يعني هذا القرن أن الليبيون يجتمعون بالمغالبة وبالتصويت على الدستور بأغلبية 2+1. لا يمكن بهذا بأي حال من الأحوال، لابد أن نكتب دستور جديد، لابد أن يكون هناك توافق على هذا الدستور، ولا أيضا بعد هذه كتابة الدستور يكون هناك انتخابات برلمانية. طيب هذا ما يجري في القاهرة، هذا ما يجري في القاهرة هو نقاشات حول الدستور وحول صياغة دستور جديد لليبيا يكون أكثر قبولا. ما هو اعتراضك يعني؟ سيد عبد الرحمن، ما يكون الآن في القاهرة هو ليس كتابة دستور جديد، بل هو تعديل هذا الدستور، لأن المنطقة الشرقية أو حفتر وعقيلة صالح هناك نقاط في الدستور قالوا لابد أن تتغير هذه البنود أو هذه الفصول. هذا ما يحدث في القاهرة بالضبط، لا وجود على كلام لكتابة دستور جديد. نحن صراحة أنا شخصيا طالبت من أن يكون هناك المجتمع الدولي أن يكون كتابة الدستور تكون حتى المجتمع الدولي هم من يكتب لنا الدستور. إذا نحن فشلنا في كتابة الدستور موحد يجمع جميع الليبيين، طيب. لأن المرحلة لا يمكن أن نكون مرحلة انتقالية أخرى، من يضمن لنا هذه المرحلة الانتقالية أن يوفوا بوعودهم مثلا بعد 18 شهر ويخرجون من السلطة؟ يعني جربنا هذا وجميع من يصل إلى السلطة يتشبث بها، ولكن لابد في وجهة نظري أن حتى ما يقال أن صيغة دستورية معينة للمرحلة القادمة هذا لا ينفع الليبيين. الليبيين يريدون حل، يريدون بناء دولة، ويريدون بناء مؤسسات صحيحة تكون هي الأساس للمرحلة القادمة لليبيا. طيب سيد مروان الدرقاش، يعني بالعودة للحديث حول مسار القاهرة، يعني هناك انتقادات كبيرة يعني وجهت لهذا المسار، رغم أن يعني موضوع الدستور ونقاش يعني هذه القضية هو موضوع يعني مهم، يعني فعلا الدستور أو مشروع الدستور ومسودة الدستور الحالية يعني عليها انتقادات كبيرة، وهناك خلاف يعني بشأنها، والبعض لا يرى أنها ربما تتمتع بقبول كبير. كيف تنظر أنت إلى هذا الحوار الجاري في القاهرة؟ نعم، منذ البداية يعني كار الحديث على انتخابات بناء على قاعدة دستورية، لم تحدد هذه القاعدة الدستورية، هل هي الدستور الذي تم اقتراحه من لجنة 60 أو ربما قاعدة دستورية أو يعني إعلان دستوري جديد أو غير ذلك من المقترحات. لا شك بأن هذا الحوار يعني يمس كثيرا ما أقره الليبيون، سواء كان بانتخاب لجنة 60 عندما يعني في سنة 2014 عندما ذهب الناخب الليبي لانتخاب لجنة 60 فهو قد فوض لجنة 60 في وضع مقترح الدستور، وهذا المقترح يعني أقر بأكثر من الثلثين، يعني حوالي 41 صوت من 60 صوت، وهذا يعني يعطيه الشرعية ويعطيه القوة أن يطرح للاستفتاء على الأقل، يعني يرى الليبيون رأيهم فيه. ولكن ما يحدث الآن خاصة بعد أن فشل مجلس النواب في إقرار قانون الاستفتاء يوافق عليه جميع الليبيون، يعني القانون الذي وضعه مجلس النواب للأسف هو قانون شاذ وقانون يراعي متطلبات ما تريده منطقة على المناطق الأخرى، بالرغم من أن الدستور قد رعى مسألة توزيع الثروة وتوزيع القرار السياسي، إلا أن جاء
قانون الاستفتاء ليعطي كل إقليم يعني الإمكانية بأن يرفض أو يعني يمرر هذا الدستور، وهذه إشكالية كبيرة. لأن طيب هذه الإشكالية، هل ترى أن حوارات القاهرة التي افتتحها نعم هل ترى أن حوارات القاهرة التي افتتحها رئيس جهاز المخابرات يعني يمكن أن يحل هذا الإشكال ويضع قانون استفتاء مثلا أو حل لهذه المعضلة؟ نعم، أنا في رأيي أن الإشكالية إقرار الدستور الآن في هذه المرحلة هي تكمن في قانون الاستفتاء. يعني حتى المادة التي وردت في الإعلان الدستوري وهي إقرار الدستور بأغلبية الثلثين، أعتقد بأنها من الصعوبة بمكان في ظل هذا الجو من النقد الشديد للدستور والهجوم الشديد على الدستور. ولكن لازال يعني ما ورد في الإعلان الدستوري أقل وأهون بكثير مما ورد في قانون الاستفتاء على الدستور الذي يصدره مجلس النواب. لذلك إذا انصبت حوارات على إيجاد قانون جديد للاستفتاء، أعتقد يمكن المرور إلى إقرار الاستحقاق الدستوري ومن ثم المرور إلى انتخابات. نخشى ما نخشاه أن يعني يتم الاتفاق على انتخابات قادمة على قاعدة دستورية أخرى، وهنا هذا يعني بأن ليبيا ستظل بدون دستور إلى فترة أخرى، ولا ندري من سيخوله القانون بعد ذلك أن يضع دستور، خاصة كما قلت بأن لجنة الستين كانت لجنة منتخبة من الشعب، وأن رغبة الشعب الليبي أو قرار الشعب الليبي كان يذهب في اتجاه أن يكون مقترح الدستور هو من مهمة هذه اللجنة، والآن كسرت هذه الرغبة للأسف برفض هذا المقترح أو على الأقل عدم وضع قانون استفتاء يمكن أن يمرر هذا المقترح أو يعطي على الأقل الحق الليبيين في إبداء حرية يعني رأيهم في حرية في هذا المقترح. أما الحديث عن قاعدة دستورية أخرى سواء كان الإعلان الدستوري أو حتى العودة إلى دستور 52 أو وضع لجنة أخرى، تشكيل لجنة أخرى لوضع مقترح جديد، كل هذا يصب في مسار غير قانوني وغير دستوري، ويدخلنا في نزاعات أخرى وخلافات أخرى ربما ترحل فقط لمرحلة أخرى، ولكنها سنتفاجأ بها ونصطدم بها في تلك المرحلة. أيضا الحديث عن استمرار المراحل الانتقالية هو أمر بغيض، لأن شاهدنا خلال المراحل الانتقالية السابقة من سنة 2012 حتى اليوم أنه كل مرحلة كانت أسوأ من المرحلة التي سبقتها، وكل مرحلة زادت في الانقسام بين الليبيين وزادت في خلاف بين الليبيين ولم توحد الليبيين. لذلك فالمرور إلى مراحل انتقالية أخرى يعني زيادة الانقسام، ربما زيادة الخلافات، وربما أوضاع أسوأ مما هي عليه. لذلك يجب الدفع لإقرار قانون استفتاء على مقترح الدستور الذي وضعته لجنة 60 والمضي إلى انتخابات دستورية ورئاسية أو ربما دستورية فقط، حتى يمكن أن نجتاز هذه المراحل الانتقالية وما تحويه من سوء وما تحويه من مشاكل، وعلى الأقل الليبيين يجدوا متنفس في وجوه جديدة وفي شخصيات جديدة ربما تحمل لهم الأمل بعد أن فشلت هذه الوجوه التي نراها اليوم طيلة 8 سنوات في أن تقدم جديد أو أن تغير من حال الليبيين. نعم. إذن سيد عمر عبد العزيز، يعني ما وصفته بالخطأ الفادح وهو مناقشة قضايا دستورية في القاهرة ربما يعني يكون أساس للحل إذا ما تم التوصل فعلا إلى قانون للاستفتاء مثلا على الدستور يكون مقبولا من كافة الأطراف الليبية، قد ينهي على الأقل المرحلة الانتقالية وينتقل بنا إلى مرحلة أفضل. لا يا أخي، شوف يعني مثال بسيط للتوضيح. إذا رأينا رجلا يخرج من خمارة في الليل، هناك عدة تأويلات
ربما كان يعني يحاول أن يهديهم أو يدعوهم أو يقنع صاحب الخمارة بإغلاقها. لكن التأويل الأول اللي حيمشوا له كل الناس إن هذا كان يخمر. فأنت وين ماشي؟ أنت ماشي في مصر، ماشي لمصر عشان تعمل جلسات لصياغة الدستور. كما قلنا هي أيضا هي أصلا ليست أهلا، هي بلاد ديكتاتوريات عريقة، كان الاستثناء الوحيد المرحوم محمد مرسي سنة واحدة وانقلب عليه. هي بلاد الآن تعاني وضعا يعني كل منظمات حقوق الإنسان يقول لك مصر الآن تشهد ما لم تشهده في كل تاريخها. أضف إلى ذلك أن مصر هي أصلا منخرطة في الصراع، ولا بد هنا أن نعلم شيء ولا نقفز على هذه الحقيقة. الآن المسألة الليبية كما يقولون مسألة سياسية. طيب هل تتوقع أن الذي يدير الملف الليبي في مصر هي وزارة الخارجية مثلا؟ هذا هو الذي يفترض، أو الرئاسة إذا اعتبرنا أن الرئاسة يعني بريئة ومدنية وسمن على عسل. لا، من يدير الملف الليبي في مصر هي المخابرات المصرية هي التي تدير الملف. لذلك ما الداعي لوجود رئيس المخابرات في جلسة دستورية؟ ما الداعي لوجود رئيس المخابرات في جلسة اقتصادية؟ هؤلاء عسكر لا يفهمون إلا الأمر والنهي والبدلة العسكرية والحذاء والطابور، وهكذا هم يريدون أن يديروا ليبيا. أنا في رأيي إن من وافق من سواء هيئة الدستور أو المجلس الأعلى للدولة، حتى وإن فرضنا فيهم حسن النية، أظن أن هذه كانت سقطة سياسية فادحة أن يذهبوا إلى وكر الأفعى. نعم نحن مصر لا نريد معها عداء، نعم نحن نريد مصر أن يعني تكون على الأقل على الحياد، ونستطيع أن نقدم لها كثير من الإغراءات وكثير من الأشياء، وأنا لست أن ندخل معها في عداء أو حرب، ولكن لا يصل الأمر إلى أننا نعدل دستورنا على أراضيها. طيب سيد ناصر أبو ديب، كان من اللافت في حوارات القاهرة أن من افتتح هذه الحوارات هو ليس رئيس الدولة وليس مثلا رئيس البرلمان أو مجلس الشعب المصري، كونه يعني سياسيا ليست شخصية مدنية، يعني هي شخصية عسكرية ورئيس جهاز المخابرات المصري، ويفتتح جلسة لمناقشة قضايا يعني قانونية ودستورية. هنا يعني الكثير يتساءلون ما علاقة جهاز المخابرات ورئيس المخابرات بمناقشة قضايا دستورية، خاصة في الدولة النظام السيسي يعني. وماذا ننتظر من نظام منقلب على الشرعية ونظام ديكتاتوري؟ لأن هو المخابرات المصرية هي من تتحكم في مصر، لأن لا وجود لدولة مدنية في مصر ولا وجود لمؤسسات فعالة في مصر تحكم في مصر، يعني وزارة الخارجية أو وزارة الأخرى. من يتحكم في مصر هو الجيش والاستخبارات والأمن، فبالتالي أن السيسي هو من دفع بالمخابرات المصرية لإرضاء إلى حفتر وعقيلة صالح، لأن كما قلت لك سيدي هم ذاهبون إلى مصر إما إلى صياغة دستورية معينة لوجود حل في ليبيا، وهذا لا يمكن لأن دولة ديكتاتورية ودولة منقلبة لا يمكن لها أن تكتب شيء على المدنية والديمقراطية، أو تعديل بعض الفصول في الدستور. أنا هنا أريد أن أعرج فقط وأختلف مع السيد الدرقاش حول الدستور عندما تحدث وقال هو نسبة 41% وهذه النسبة تحيلنا إلى أن يمكن أن نستفتي على الدستور. سيدي الدساتير 41 مقعدا من 41 مقعدا 41 مقعدا نعم من جملة 60، وهم 60 ناقصين مش 60، هم 58 في الأصل. فجميع كما تحدثت سابقا دساتير العالم لا يمكن أن تكون بالمغالبة وبرفع الأيادي، لابد بالتوافق، ولابد أن تكون نسبة التوافق على هذا الدستور نسبة كبيرة تصل إلى في 100%، لأن الدستور عندما يكون بالمغالبة هناك مصالح معينة بين مناطق وبين أشخاص في حد ذاتهم لتفصيل بعض البنود وبعض الفصول للاستفادة منها، ولكن عندما يكون بالتوافق لا يمكن التلاعب بهذا الدستور ولا يمكن. وإذا رفض هذا الدستور
وضع قانون الاستفتاء ورفض هذا الدستور، أين يحيل هذا الدستور؟ إلى مجلس النواب، هل هناك مجلس النواب هو حتى يكون مرجعية لهذا الدستور؟ قدم مرة أخرى وعدل ورفض. نعم. إذن شوف سوف نكون في دوامة وسوف نكون في دائرة مغلقة لا يمكن لنا الخروج، لأن جميع الأجسام هيئة صياغة الدستور تقول أنها منتخبة ولا يمكن لأي شخص أن يزيحها من منصبها. فهذه إشكالية أيضا كبرى، لأن مجلس أعلى الدولة يقول أنه هو منتخب، البرلمان يقول هو منتخب، فبالتالي يكون جميع هذه الجهات لا يمكن التعامل بها لأنها مكلفة تكليف، بل هي منتخب انتخاب، فهذه معضلة أخرى. طيب دعني أحيل هذه الاعتراضات إلى السيد مروان الدرقاش، كيف تعلق أستاذ مروان؟ نعم غير صحيح. هناك نقطتان طبعا أوردهم السيد ناصر أبو ديب، يختلف يعني معك في كون الدستور يكتب بالمغالبة إنما هو بالتوافق، والاعتراض الثاني هو في حال ما تم الاستفتاء على الدستور ورفض ما هو الحل؟ نعم حسب معلوماتي غير صحيح بأن غالبية الدساتير يعني يتم إقرارها بالتوافق. فالحقيقة في العالم هناك دساتير أقرها المنتصر دون أن يكون أن يشارك المهزوم حتى في وضع مادة من موادها، ولكن في الدول التي تدار بشكل ديمقراطي على الأقل إما أن يضع الدستور مجلس تأسيسي ولا يعرض حتى للاستفتاء كما حدث في تونس. تونس المجلس التأسيسي هو من قام بوضع الدستور ولم يعرض للاستفتاء حتى للشعب، أو يتم طرحه للاستفتاء كما صار حدث في مصر، وفي مصر نال الدستور أغلبية 57% وقر هذا التصدير بهذه الأغلبية. يعني في معظم دول العالم تقر الدساتير أو حتى التعديل في الدساتير تقر بالأغلبية المطلقة وليس حتى بأغلبية الثلثين. يعني في تركيا التعديل الدستوري الأخير أقر بالأغلبية المطلقة وكانت أغلبية بسيطة يعني حوالي 52% أو 53%، ومع ذلك اعتبرت ديمقراطية. معروف في 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 أشكال الديمقراطية أن الديمقراطية هي حكم الأغلبية، والأغلبية تعرف بأنها الأغلبية المطلقة أو الأغلبية البسيطة وهي ما يزيد عن 50%. يعني في مجتمع منقسم كمجتمع الليبي الآن للأسف، أنا أقول هذه الكلمة، مجتمع منقسم وهناك تيارات، يعني هناك تيار ما يعرف بتيار سبتمبر، الآن تيار فبراير، تيار الكرامة، لا شك أن هؤلاء بالإضافة إلى البعد الجهوي أو القبلي الموجود في ليبيا، كيف تريد لهؤلاء أن يتوافقوا على الدستور؟ هؤلاء يجب أن ينحنوا إلى الأغلبية، هذا هو معيار الديمقراطية، الأغلبية هي التي تقر الدستور. وحتى أغلبية الثلثين هي وضعت في الإعلان الدستوري من قبل المجلس الانتقالي وكانت كارثة الكوارث، يعني في المؤتمر الوطني العام كان في الإعلان الدستوري أن القرار يتخذ بأغلبية الثلثين، وتم تعديل هذه المادة وهذا النص حتى يستطيع المؤتمر أن يعمل، لأنه وجد نفسه مكبل لا يستطيع أن يعمل، ولذلك اجتمع وأقر تعديل دستوري بأغلبية الثلثين وجعل كل القرارات بالأغلبية المطلقة واستثنى التعديلات الدستورية بأن تكون بأغلبية الثلثين. أغلبية الثلثين ليست بالأمر الهين، طيب واضح. ومع ذلك أقول بأن ما أنتجته لجنة الستين بهذه الأغلبية 41 صوت من 58 صوت تعتبر يعني أغلبية جيدة وممتازة ومريحة. كان ينبغي الذهاب للاستفتاء على هذا الدستور كما نص الإعلان الدستوري دون تدخل من مجلس النواب في طبرق، ونحن نعلم أن مجلس النواب في طبرق هو يحمل وجهة نظر يعني فئة أو طرف ليبي معين وليس كل الأطراف الليبيين. يعني ما موجود في طبرق، من يتحكم، من يصدر القرارات، ما هي اللوبيات الموجودة في طبرق، هذا أمر معروف. ما أنتجه مجلس النواب من قانون للاستفتاء هو قانون جهوي يمثل المنطقة الشرقية، دعني أكون يعني صريحا معكم، ونتيجته أو ما يراد من هذا القانون هو إلغاء هذا الدستور، لأن القانون نص على أنه إذا لم يتم تمرير هذا القانون وضعه طبعا أن تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر، ويجب أن يحظى الدستور بأغلبية الثلثين في كل دائرة من الدوائر الثلاثة، إذا لم يتم إقراره يشكل مجلس النواب لجنة أخرى لتضع
دستور مقترح دستور آخر، وهذا ما يريدونهم، ولا يريدون لجنة الستين التي أنتجها الانتخاب المباشر من الشعب، لا يريدون لجنة انتخابها الشعب، وإنما يريدون لجنة يضعونها هم طيب بإرادتهم ويتضع طيب لهم دستور على مقاسهم. نعم حتى نعود لموضوعنا. نعم فلذلك إذا أردنا أن ننهي خلافنا على المراحل الانتقالية وأن نمضي إلى مرحلة الاستقرار. نعم نعم أخي عبد الرحمن تفضل. هل تتوقع أن نعم هل تتوقع أن يخلص المجتمعون في القاهرة برعاية نظام السيسي إلى وضع حل لهذه الإشكالية، أم أن ربما الذين يعني وضعوا قانون استفتاء كما كنت تتحدث الآن من أجل خدمة مصالحهم ربما ستستمر هذا المشهد وهذه الآلية مجددا؟ الاجتماعات في مصر هي في حد ذاتها يعني تجعلنا نسيء الظن بما يجري هناك. يعني مصر ليست طرفا محايدا في الأزمة الليبية، مصر تريد توجيه البوصلة في القضية الليبية تجاه مصالحها هي، وتريد أن تحافظ على حلفائها الموجودين وهم كما تعلمون خليفة حفتر وعقيلة صالح، ولذلك تسعى وتضغط في اتجاه تمرير صيغة يعني توجد إما عدم الاستفتاء على مقترح الدستور الذي وضعته لجنة 60 ومحاولة إيجاد قاعدة دستورية أخرى، أو المرور إلى الاستفتاء بطريقة تجعل الدستور يسقط عبر الاستفتاء الشعبي، وهذا ما حاول حتى مجلس النواب طيب أن يفعله. أعتقد أن إيجاد منطقة محايدة أو على الأقل دولة محايدة كالمغرب مثلا هو أحد أسباب نجاح أي حوار، وما يحدث في مصر هو عبارة عن لعبة وعبارة ربما ترضية لمصر من البعثة طيب. لكن أعتقد بأنه سيأتي بنتيجة واضح. لم نشاهد النتيجة سواء كان على مستوى الحوار العسكري أو الحوار الدستوري. نعم نعم طيب واضح، لكن الآن ستيفاني ويليامس أريد أن أنتقل إلى هذا الموضوع مع سيد عمر عبد العزيز. ستيفاني ويليامس أعلنت عن استئناف جولة مباحثات سياسية شاملة جديدة المفترض أن تبدأ في مطلع الشهر القادم، يعني بعد قرابة أقل من 3 أسابيع. فهل يعني ترى أن الأوضاع قد نضجت والمسارات الحوار المتعددة قد نضجت وآن الأوان للوصول إلى تسوية سياسية وعسكرية شاملة؟ في الحقيقة على ذكر ستيفاني ويليامز، هو كل ما في ليبيا في الحقيقة يدعو للضحك إن استطعنا أن نضحك. يعني أنا قرأت قبل قليل مقال لطيف جدا يقول لك شهر أكتوبر يحمل للليبيين الكثير. في طيات هذا الأمر إن المسارات اللي حكينا عليها 5 ما شاء الله، مش 2 ولا 3 ولا 4، لا 5. الشيء الثاني إن السراج قال إنه هو سيسلم السلطة في نهاية أكتوبر، وأكتوبر خلاص يعني إحنا قاعدين في نصها الآن، مستحيل يعني بيكون في معجزة إلى نهاية أكتوبر أو في سلطة جديدة ليسلمها. فلمن سيسلم؟ أو لو استقال هل سيسلم لأحد نوابه أو سيترك فراغ؟ الأمر الأطرف الآخر إن حتى السيدة ستيفاني ويليامز هذه ولايتها أصلا تنتهي في أكتوبر أيضا، يعني هي تتكلم عن شيء في نوفمبر هي لا سلطان لها عليه. لذلك كل شيء هو عبث. شفت كيف؟ بالله عليكم أنا أذكركم يا ليبيين، غسان سلامة قبل أن يترك ألم يبشرنا بأن المحادثات اللي في جنيف خلاص وأنجزت كل شيء وقاب قوسين أو أدنى ويحتفلوا واذبحوا الحوالة ونصبوا مناصب الرز والكذا، ألم يقل هذا الكلام؟ وما الذي حدث؟ لا شيء. اليوم نحن هذه هي تقول الحوار السياسي الشامل إلى جانب هذه المسارات، ما الذي في هذه المسارات؟ يا أخي ما أعلن عنه إلى الآن من هذه المسارات هو هذا الإعلان الغريب العجيب المريب أو سجع غريب عجيب مريب اللي كان في بوزنيقة بتاع المناصب السيادية،
واحتفلوا وهللوا. أنا ماذا قلت عندما سمعت عن هذا الإعلان؟ والله هذا الإعلان كنا حنحتفل به لو كانت ليبيا دولة فيدرالية. أوكي، لو ردوا لدستور المملكة، بداية المملكة، سنحتفل. أما أن تكون دولة واحدة وتقسم بهذا الشكل، الشرق له المنصب البنك المركزي ورئاسة المجلس الرئاسي للمنطقة الشرقية أيضا، أما رئيس الحكومة فللمنطقة الغربية، أما المحكمة العليا فللمنطقة الجنوبية، شنو هذا العبث هذا؟ إحنا في دولة واحدة، أنا أقبل هذا لو كانت فيدرالية. طيب كيف سيتوافق هذا الإعلان عن هذا الاتفاق الغريب العجيب المريب في بوزنيقة على المناصب السيادية، كيف سيتوافق مع الدستور اللي فيه الإشكاليات اللي تحدث عنها الآن الأستاذ مروان الدرقاش؟ نعم، فهذه كارثة كبيرة. وبعدين نجو للحوار اللي تحكي عليه في تونس، اللي هو أهم نقطة. طبعا الكل يبحث عن الكعكة الكبرى والكيكة اللي بالنوتيلا، مع أن النوتيلا ضارة، اللي هو المجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي يعني الأخبار المتواردة من القبة أن عقيلة صالح ضامنها في جيبة، يعني حاكي للناس اللي معاه أن راو أنا حنكون رئيس المجلس الرئاسي. وبعدين عاد تقول لي لا والله حنجيب له نواب من الشرق ومن الجنوب، من الغرب ومن الجنوب وكذا. لا يا حبيبي، ليبيا هذه غريبة في كل شيء. ليبيا الرئيس يستأثر بكل شيء، حتى وإن كان في قوانين السراج. يعني الآن ما ينظم المجلس الرئاسي السراج ما يقدرش ياخذ أي قرار بروحه، لازم معه النواب وبالإجماع. لكن هو الآن شنو النواب؟ كل واحد في طريق معتيق عدى دار اتفاق بروحه. نعم. والسراج نفسه يعين ويقيل ويفعل كل. عقيلة صالح منتخب مش عارف 750 صوت ولا 1000 صوت، وما معاش إلا 20، ويعتبر ويعامل في العالم كله على أنه رئيس مجلس النواب ويأخذ كل القرارات ويأخذ كذا. نعم. فيا شيخ عبثا لا نجعل أحد ينيمنا في العصا الحقيقة. طيب سيد ناصر أبو ديب، يعني كثير من النقاط طرحها الحقيقة سيد عمر عبد العزيز بشأن دعوة ستيفاني ويليامز إلى حوارات سياسية، لاستئناف الحوارات السياسية مطلع نوفمبر القادم، رغم أن ولايتها كما قال السيد عمر يعني تنتهي مع نهاية هذا الشهر. يعني كيف تفسر لنا ذلك؟ هل هي فعلا يعني خطوة عبثية، أم أنها فعلا هناك لها تفسير جاد؟ في البداية سيد عبد الرحمن أريد أن أنوه لشيء. هناك معلومات تقول أن سوف يتم تأجيل الحوار الذي في مصر بشأن الحوار الدستوري إلى ما بعد الحوار الذي سوف يقام في تونس. هناك أنباء تتحدث عن هذا. الشيء الثاني أن ستيفاني ويليامز ذهب غسان سلامة وجاء غسان سلامة، وهي إلى الآن تستشير في غسان سلامة، بحكم أن غسان سلامة في المعهد الإنساني ولديه علاقات في ليبيا وكون علاقات. فبالتالي ستيفاني ويليامز إلى حد الآن هي ما زالت تستشير في غسان سلامة، وحتى هذا الحوار هو تكملة لحوار الذي قام به غسان سلامة أو يريد أن يقام في جنيف قبل أن يستقيل. أنا أريد أن أقدم سؤال هنا إلى الذين من المنطقة الغربية، خصوصا مجلس أعلى الدولة، أو من المدنيين أو من النشطاء الذين سوف يذهبون إلى هذا الحوار. يعني سؤال، ماذا لو عاد حفتر للهجوم على المنطقة الغربية؟ ماذا سيكون موقف هؤلاء الناس الذين سوف يذهبون إلى الحوار؟ كيف سوف يتحاورون؟ وحفتر ما زال يحشد وما زال يأتي بالأسلحة من الإمارات عن طريق مصر ومن روسيا. ما موقفهم لو أن حفتر، وهذا محتمل صراحة، هذا احتمال موجود، وحتى قوات بركان الغضب وقوات حماية سرت والجفرة يتحدثون على أن هناك خروقات وأن هناك تحشيدات. ماذا لو عاد حفتر للهجوم على العاصمة طرابلس؟ ماذا، ما موقفهم؟ هذا سؤال. الشيء الثاني، الذين يذهبون الآن إلى الحوار ويقولون أنه حوار ليبي ليبي، وبالعكس هو ليس حوار ليبي ليبي، هو حوار مفروض عليهم، وخاصة عندما سمعنا أن ستيفاني ويليامز قالت أن كل من يذهب إلى هذا الحوار لابد أن يوقع على ورقة واتفاق أنه لا يطلب أي منصب سيادي أو منصب سياسي في المستقبل. هنا سوف نرى تراجع الكثير من الذين لهم أطماع
في هذه المناصب. والشيء الثاني الذين يذهبون إلى الحوار، أنا شخصيا لا يمثلني أحد لا من المجلس الأعلى للدولة ولا من هؤلاء المجتمع المدني الذين سوف يذهبون من أجل مصالحهم وليس من أجل مصلحة الوطن، لأن هناك كان حوار ليبي فسوف يقام هنا في ليبيا وتحت مظلة الليبيين، ليس في جنيف ومرة في تونس ومرة تقاسم السلطة في المغرب وصيغة دستورية في مصر ومالطا. كل هذه الحوارات هي حوارات عبثية، مجتمع دولي. نحن لا نتمنى أن يكون هناك حكومة أخرى أو مشروع آخر أجنبي علينا يفرض علينا كما فرض علينا أو فرضت علينا حكومة الوفاق وأصبحنا نتعامل معها كأمر واقع. وهذا أيضا من المتوقع أن تفرض علينا حكومة ومجلس رئاسي جديد يفرض علينا ونتعامل معه كأمر واقع، ومرحلة انتقالية الله أعلم كم ستدوم. نعم سيد مروان الدرقاش، ربما لم يتبقى لدي سوى دقيقتين، أريد أن أسألك فيهما حول هذا الحوار الذي دعت إليه ستيفاني ويليامز في تونس مطلع نوفمبر القادم. هل يعني تراه فعلا يعني خطوة عبثية منها، أم أن هناك شيء من الجدية خاصة مع اشتراطها عدم تولي أي منصب في أي سلطة تنفيذية من قبل المشاركين في هذا الحوار؟ هذا الشرط يعني يقر حتى في حوارات الصغيرات ولكنه لم يلتزم به للأسف. يعني في التعهد الذي وذكرته البعثة ذكرت منصب رئيس المجلس الرئاسي والأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة ومناصب السيادية، لكن هناك يعني إكراميات أخرى ومناصب أخرى يستطيع توليها مثل السفارات مثلا. السفارات لم ترد في هذه المذكرة أو في هذا التعهد. ولو لاحظت أخي عبد الرحمن أن غالبية من شارك في حوارات الصغيرات الآن هم سفراء في دول أجنبية، وأعتقد بأن أصبحت منصب السفير في ليبيا هي كالهدية أو كالرشوة تقدم لكل من يضع يده بيد البعثة ويساهم في إنجاح مخططاتها وبرامجها في ليبيا. لذلك فلا يساوي هذا التعهد شيئا في ظل وجود إمكانيات أخرى لمجازات هؤلاء ومكافأة هؤلاء. لكن إذا نظرنا إلى الاشتراطات أو الالتزامات التي وضعتها البعثة في عملية التحاور ووجود يعني الالتزام بجدول أعمال النقاش وآليات النقاش، أيضا نبذ خطاب الكراهية والتحريض على التصنيف دون وصول إلى مرجعية فيما ماذا يعني خطاب الكراهية، يعني أيضا تسمية المؤسسات والأطراف الممثلة في الحوار وخارجه بالمسمات التي تطرح من قبل ممثلي الحوار، وهذا يعني أنك أنت في الحوار ما تقدرش تقول ميليشيات حفتر، لابد تقول الجيش الوطني الليبي. لا تستطيع أن تقول مجرم حرب عن حفتر، وإنما يجب أن تقول عنه القائد العام للقوات المسلحة يعني أو القائد العام للجيش الليبي. هذا الأمر يؤسس لثقافة أو مبدأ الإفلات من العقاب. من الآن البعثة يعني وضعت مرجعية أو وضعت أسس لإفلات كل مجرمي الحرب الذين ارتكبوا الفظاعات في سنة ونصف من الهجوم على طرابلس، وقبلها أيضا مقابر جماعية، تدمير المنازل، حراق المنازل، قطع المياه، تدمير البنى التحتية، زرع الأنغام، تلغيم بيوت الناس. كل هذه الجرائم الآن سيفلت هؤلاء من العقاب. لماذا؟ قال لك حتى نستطيع أن نسير بالحوار أو نجعل الحوار متقبل من كل الأطراف. أيضا هناك الالتزام باستبعاد التحريض أو الإشارة إلى خياص أشخاص بعينهم، يعني ما تتكلمش على حفتر، ما تدويش على جرائم النضوري، لا تتكلم على جرائم محمود الورفلي في هذه الحوارات. يعني هي وهذا أيضا يؤسس لثقافة الإفلات من المقاس مقاس شخص واحد يعني. نعم 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 نعم، هم يريدون ان تنتهي المرحله السابقه بجرائمها. نعم. ولا تتكلم على هذه الجرائم، ويجب ان نفتح صفحه جديده معهم بغض النظر عما ارتكبوه من جرائم، وهذا في حد ذاته يعتبر يعني جريمه لانه تستر على المجرمين. نعم نعم
أشكرك جزيل الشكر سيد مروان الدرقاش المحلل السياسي، كنت معي من استديوهاتنا في مصراتة، كما أشكر السيد ناصر أبو ديب الناشط السياسي كنت معنا من طرابلس، وأشكر السيد عمر عبد العزيز الإعلامي المستقل كان معنا عبر سكايب، والشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم، إلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم. We'll be right back.